تنقولوا شيوات كنقولوا التاويل، ملي تنقولوا رمضان كنقولوا السيدات كتبغي تبدع كتبغي تتعلم كتبغي تعرف، كنقولوا انه واحد المجال اللي هو خصب واسع باش ان السيده المغربيه والعربيه ايضا كتبغي تكتشف وكتبغي تعرف علاش ما نجحتش لي هذه الوصفه، علاش ما صدقاتش ليا، علاش ربما بغيت تعرف هذه المقادير ديال الوصفه كذا وكذا. هذا الشيء علاش في هذه الاسره كثير من المرات كنستقبلوا دي شيف اللي كل واحد وكل وحده فيهم ان شاء الله ما شاء الله عليها عندها باع طويل في هذا المجال. اليوم معنا الشيف إيمان محب، مرحبا بك إيمان. السلام، لاباس عليك؟ الحمد لله، كي دايره بخير؟ الحمد لله، امورك هانيه؟ الحمد لله. بعد ما عليكش شتيوه تبارك الله. كاينه شتيوه تبارك الله. الله يعطيها قد نفع يا رب. مرحبا بك، مرحبا بالنوته حتى هي اليوم معنا حتى هي. فيقتيها جتا الصباح وشتا. جينا كاملين. مرحبا مرحبا مرحبا. شهدا يفهم دائما الدار الكبيره ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات والناس اللي كيجيو عندنا، مرحبا دائما. دونك ايمان قبل ما نمشي معاك الوصفات وهاد الامور نبغيو نتعرفوا عليك شويه. كأول مرة معنا على شهادة فهم، شكون هي إيمان؟ كيفاش مشيتي لهذا المجال؟ واش هذا مجالك الأول أو لا؟ لا ماشي مجالي الأول، ولكن مهم باش عشقي الأول. عشقي الأول. الطبخ أنا كان كيعجبني من الصغر بزاف، كان عندي واحد الحب ليه كبير، ولكن ما كنتش كنعرف، ما كانتش عندي ديك القدره انني ندخل الكوزينه ونوجد وداك الشيء. نعم. ولكن نهار تزوجت ما كنت كنعرف ندير حتى شي حاجه، تعلمت الراسي، بديت الراسي، ما وراني حتى شي حد، ما وراتني لا ماما لا اختي حتى شي حد، الراسي انا بديت الراسي، تقلت الراسي، وصلت الراسي. مزيان 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 مزيان. دونك هنا تاع غيكون امل عند بزاف ديال البنيتات اللي فعلا تا هما ما كيكونوش. دابا الحمد لله انا هذه حرفه ديالي دابا، هي باش خدامه، هي باش كندخل طرفه الخبز كي تنقولوا. مزيان، خدامه بها بخير الحمد لله، وكنتقاتل وعندي طموح باغا نوصل لواحد الحوايج، وكنتمنى انني نوصل لهم. انا باقي الله في البدايات، ماشي كنقولوا برافو عليك، انا مازال يلاه في البدايات وان شاء الله كنطمح. هذا تواضع منك، حنا ملي تنقولوا مزيان على الانسان يعلي سقف الطموح، مزيان على الانسان انه يرفع دائما الدرجات ويشوف دائما بعد وقدم ما وصل يقول انا مازال تنتعلم. فعلا، لان الانسان فوالا فوالا. دونك هذه هي ايمان، واكيد مرحبا بكل مستمع من السامعات اللي باغيين يكتشفوا من الخبرات ديالها كيف غنكتشفوا جميع من خلال شهد الاسره. ايمان، ربما شهر رمضان هو الشهر ديال التجارب، تاع التجارب والتشويهات وتاع البنيتات اللي باغيين يتعلموا. برافو، فعلا هذه هي الفرصه، الفرصه فين خاصهم يتعلموا. صح، حنا كنعرفوا ان رمضان كاين بزاف ديال البنيتات اللي مثلا رمضان هو الفرصه اللي كتقول لك انا نجي نزعم نجرب واحد الوصفه، صدقات ولا ما صدقاتش ما كاينش اللي غيلومني، ما كاينش اللي غيخاصم عليا، لان تيكون حوايج اخرين. فعلا بنادم الخطا كيتعلم منه، اليوم ما تصدقش ولكن غدا غدا تصدق، غير ما تفقدش الامل. صح، ولكن حنا اليوم معك ايمان، حنا بغينا كاع الشيوات يصدقوا. لكل المستمعين والمستمعات اللي كيستمعونا، واكيد الوصفات كلها غتنزل بصورها على الصفحات الرسميه شادا اف ام. ملي تنقولوا رمضان كاين بزاف ديال الشيوات كتزين المائده الرمضانيه، ولكن شنو الحاجه الاولى اللي غنعطيوها للمستمعين ايمان من خلالك؟ مقاديرها اللي غتكون مضبوطه واللي غتكون في المتناول ديال الجميع، حتى ديال الحاجه الاساسيه، حاجه ضروريه، ان الوصفه من غير شكلها حتى المقادير ديالها تكون على قد الجيب، تكون اقتصاديه. صح، فعلا يقدر الكل يديرها. اشنو باش نبداو؟ اول حاجه غادي نبدا لكم بها واحد السيغار ازياتيك اللي كيكون غير بالخضره، وممكن انتم ديروا اضافات الدجاج، الحوت، اللي بغيتوا، هذاك الشيء كيبقى الاختيار ليهم. المهم كيجيو اقتصاديين، وكاينه تحليه هي جد اقتصاديه. نعم، ان شاء الله. وكاينه واحد الشوربه ديال اللفت، وكيكونوا فيها خضار اخرى. نعم، اللي كتجي حتى هي جد اقتصاديه. وحنا فرحانين باللفت، علاش؟ لانه من الخضر، سمحوا لي بين قوسين كنقولوها بزاف، كنقولوا انه من الخضر اللي شويه كنحقروها، كتحقر في كسكسو شي كيتحيل شي. خاصنا بعد النوبات خاصنا شي خضر ندخلوهم في الاكل باش الوليدات حتى هما ما يحسوش بهم ويستافدوا منهم في نفس الوقت. ايمان، ماشي غير الوليدات، اللفت ربما حنا الكبار وما كان ما كناخذوش، ولكن واخا انه عنده واحد القيمه غذائيه مهمه جدا، راه كيتعمل كسيرو ايضا في بزاف ديال يعني الادويه ايضا اللي مهمه جدا، مثلا الحلق، الصدر، الصوت، لغيرها من الامور. غير حنا تربينا ديال ان اللفت لا المذاق ديالو ما عادي، عندنا محصور كيدار غير في الكسكسو صافي، مع انه تبارك الله يقدروا يضربوا وصفات امكانو يدار فوالا اخرى. نعم، نبداو بالسيجار ازياتيك باش هكذا المستمعين والمستمعات يسجلوا معنا. اول حاجه غادي نحتاجوا الجزر، واحد نصف كيلو ديال الخيزو، وغادي نحتاجوا
لي شو واحد نص لي شو تكون متوسطه الحجم. أيه؟ المكور. أيه؟ كي اللي كيقول لي المكور كي اللي كيقول لي لي شو الكرنب. وي الكرنب كنشدوهم كنقطعوهم رقاق. مهم بالنسبه لي شو كنشدوه كنقطعوه رقيق. أيه؟ من بعد كنغسلوه لان كيكون فيه الاوساخ وداك الشيء من الاحسن نغسلوه صافي وكنحطوه جانبا. أيه؟ الجزر كنحكوه في حكاكه تكون شويه غليظه باش كيجي شويه باين. فوالا صافي كنحطوهم على جنب. هنا كنوجدوهم هاد الحشوات اللي نعطيكم هما اللي كنخدم بهم الكليانات ديالي اللي كنحماق عليهم. برافو. غادي نعطيكم تعطينا الاسرار. الاسرار ضروري. انا نعطيكم الصلصه اللي غادي نخدم بها او الماريناد اللي غادي نخدم بها هاد الحشوه ديالك. الحشوه صافي كنوجدوا الجزر كنوجدوا المكور كيف قلت لكم كنقطعوه. من بعد كناخذوا واحد المقيله كنديروا فيها عصير ديال جوج برتقالات. مهم هاد الازياتيك راه كيجمع ما بين الحلو والحار والمالح. مزيان. واحد المذاق ما نفهمش ولكن شي حاجه زوينه. صافي كناخذوا عصير ديال جوج برتقالات كنضيفوا لهم واحد 7 المعالق او 6 المعالق ديال صوص صوجا كبار ومعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض ومعلقه كبيره ديال المطيشه تاع الحك والصلصه الحاره. ممكن ديروا الصلصه الحاره او ممكن ديروا الهريسه كيبقى على حسب الاختيار. واحد راس معلقه على حسب الذوق. صافي وكنديروا الدويمات ديال الثومه صافي اللي كنسمو بالثوم او ممكن ثوم بودر. انا كندير واحد جوج دويمات تاع الثومه صافي وكنجمع المكونات كاملين فوق البوطه وكنضيف عليهم واحد نص كاس ديال الماء. هادشي كامل كنضيف عليه نص كاس تاع الماء وكنضيف واحد 3 المعالق كبار او 2 معالق كبار ديال العسل. غالبا إيه. كندير انا 2 معالق كبار تاع العسل صافي وكنبقى نحرك كلشي حتى كيتقال كيولي عندي فحال صوص ثقيله. فوالا واحد الصوص كتولي عندنا خاطره لان درنا الدقيق هو اللي عطانا ديك الخطوريه. إيه. صافي كنشدو داك خيزو وهذاك المكور كنشحروهم بواحد شويه تاع الزيت. إيه. ومليحه وبزيره كنديهم نجيبهم نشحروا مزيان غير كيطيحوا ماشي نشحروهم حتى ما يبقاوش يبانوا. فوالا كيبقاو مزيان كيبقاو شويه. صافي كنضيفوه هنا كنطفيو عليهم وكنضيف عليهم هاد الصوص وكنحركو. ما نقولش لكم هادو بوحدهم ممكن ديريهم مع لي بات ممكن ديريهم هكا سيغار. انا كنديرهم سيغار وكيجيو حتى مع لي بات هاد الخضره هكايا لان الطريقه الماريناد اللي درت ليها صوص رائعه. صافي انا بعد نوبات كنضيف يا الطون كنضيف يا الدجاج مقطع مسلوق هكايا كنضيف الكفته كيبقى على حسب نتوما شنو بغيتو تضيفوا كروفيت. هذاك الشيء كيبقى على حسب الشخص شنو بغى يضيف. دونك هادو بساط يعني والانسان كيبقى هو له الاختيار اشنو الحاجات اللي يضيف ليها. بساطين هاد الحشوه بعدا بسيطه وحتى بطبيعه الحال جد مناسب. ولكن حنا اليوم اجي ناخذ حتى الشهيوات وهذا. ايمان ما شاء الله على رئيس معروف واكيد كاين عندها بزاف ديال المتتبعين اللي كنتمنى ان شاء الله انهم تاهما يكونوا كيسمعوا هذا الصباح ويستافدوا من الخبره ديالها ويشوفوا الجديد ديالها. حنا اكيد غنشوفوا حتى الجديد ديالك هنا القدام اشنو كاين. هنا عطيتينا السيجار الاول كيف قلتي كيجمع ما بين الحلاوه والملوحه والحار يعني داك العسل او الهريسه او لا في واحد المذاق ما نفهمش الصراحه. هاد الصوص كتجي خطيره. نعم الطريقه ان الصوص كتخدم بوحدها عاد كتزيدوا على الخضار كنضيفوها وسهله بسيطه دغيا كتوجد معاكم ما كتاخذش منك واحد الوقت كبير. فوالا وهذه كميه اللي يقدر الانسان يصيب بها كميات اللي هي كبيره كتعطيك مثلا واحد 50 بياسه تقريبا. نعم. يعني الانسان اللي كيبغي انه يحتفظ بهم في الكونجيلاتور او في الفريغو. هنا ما نقولش غير السيده اللي كتخدم راه تبارك الله السيده اللي تتكون جالسه في الدار عندها مهام اخرى كتقدر انها تصيب هذه الامور وتخبعها الوقيته اللي كيقرب الفطور او لهذا راه كتسهل على الماموريه ما كتبقاش تاخذ لها الوقت. في اليوم معايا ايمان محب اللي هي متخصصه في المجال ديال الطبخ. الحلويات المالح والحلو. المالح والحلو الكيك ديزاين ما شاء الله. دونك حنا اليوم غنكتشفوا معك شويه بشويه. اول شيء خدينا ايمان خدينا سيجار اللي هو بخلطه ديالتك. ايمان عرفتي باش تعرفوا راه عرفتي جايبه لاجوندا ديالها داك عرفتي داك الكتاب ديال الامهات. فوالا عرفتي الكتاب ديال الامهات عرفتي الكتاب اللي كان عندنا شحال هذه ايمان اللي في ما كنتي كتسمعي شي وصفه في الراديو كتحاولي تقديها نهار كيكون شي مناسبه كتقول لك ماما كسير جيبي لي داك الكتاب وكتبداي. ايمان علاش عجبتني لانها جايبه باش تعطيكم المقادير مضبوطه
يعني باش الانسان ملي يجرب الوصفه يعرف ان ما تنسى حتى شي حاجه برافو داكشي مضبوط فعلا صح. دونك حنا عطينا الاول سيغار مخلطه ماريناد اللي تقدر انها تماشى ماشي غير مع لي شوخيزو تقدر السيده ديرتها خضروات اخرى الا بغات اي فوالا. حاجه ممكن تضيف الكورجات ممكن اذا يعني خاص كيبقاو حاجات اللي وليدات ما تيبغيوهاش فعلا ديريها هذه الماريناد اللي تقدر انها تقنعها بهم وكيف قلتي كنقدروا نزيدو طون نزيدو دان نزيدو دجاج اي حاجه حنا عندنا في البيت. انا كتعجبني السيده ان داك الشيء اللي عندها في الدار تخدم به تقدري به ما تضطرش انها تخرج وعاد باش تقدا صافي تقدي. كاين واحد القول كيقول لك الحاجه ام الاختراع وتبارك الله السيده المغربيه والعربيه راه كتدخل الكوزينتها كتلقاها كتخرج لك ما شاء الله من يديها الدم ما شاء الله. الله يحفظ كل السيدات المغربيات والعربيات ايضا ويحفظكم حتى نتوما علاش لانكم كل مره كتعطيونا حاجه وكنتعلموا معاكم. اليوم هذا السيغار اللي تقدر السيده ولا يقدروا اليوم ويكاند الناس يصيبوه اشنو الحاجه الثانيه اللي غنعطيو للمستمعين؟ الحاجه الثانيه كاينه واحد التحليه اللي سهله واقتصاديه. حنا دائما غنبقاو في السهل والسريع لان الامهات عياو في رمضان. اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كلشي كتقول لك تقداو لي الوصفات احنا كنقول لكم شنو غدير نعطيكم الحل صح. مرحبا. غادي ندوزوا لواحد التحليه اللي كتجي اكثر من رائعه. غادي نحتاجوا في التحليه نصف لتر ديال الحليب وغادي نحتاجوا واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق او معلقه وحده على حسب التقوليه ديال ديك التحليه. فوالا. انا بعد نوبات ملي كنبغى تجيني كريميه كندير غير معلقه ولا بغيت تجي واقفه اكثر كنقدر ندير جوج معالقات واخا على حسب. المهم انا عطيتكم على حسب كل وحده كيف بغاتها. صافي وكنضيفوا السنيده وهنا كنضيفوا نكهات الحامض. شحال ديال السنيده تقريبا كاع؟ السنيده كتبقى على حسب الذوق. انا غالبا غالبا كندير غير معلقه معلقه ونص. اييه وكاين اللي يبغى يدير جوج كيبقى على حسب الاختيار. واخا. بالنسبه غادي نضيفوا النكهه ديال الحامض او ممكن نديروا عصير ديال نصف حامضه وعاد باش نضيفوا النكهه باش كتعطينا داك اللون الصفيفر بارد. فوالا صافي. وغادي نضيفوا حتى القرفه كتواتى مع الحامض بزاف هذه كتبقى اختياريه هي. انا ضفت واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه صافي وكنخلط الكل صافي وكنحطهم فوق العافيه باش يتقالوا لي غير كتقال لي هذيك على حسب الكريمه ديالك الكريمه ديالتي كيفاش بغيتها تكون ثقيله. صافي كنطفي عليها البوطه كناخذ لي فيغين. انا كنوجد واحد لي فيغين او ممكن ديروا كويسات زليفات كل واحد شنو عندو فوالا كل واحد كيبقى الاختيار ليه. صافي كناخذ واحد لي فيغين كنخوي فيهم قبل ما نخوي فيهم كناخذ البسكوي اي نوع ديال البسكوي عندهم فوالا. ممكن يديروا حتى الكيك حتى هي راه كتجي زوينه مثلا داك الكيك اللي كيبقى لك فوالا هذاك الكيك اللي كيشات كيكونوا شي طريفات فوالا تفرتو ما حتى شي حاجه ما تضيع غادي تقطعوا مثلا تفرتو هكا كينا وتحطوا وغادي القاعده دي في لي فيغين القاعده او ممكن دير البسكوي. انا البسكوي ماشي كنطحنه غير كنهرمشو كنخليه طروفه باش ملي كنخوي ديك الكريمه كيطلع داك البسكوي مع الكريمه كيتجانس معاه واحد شويه كيتجانس معاه غير في النص والفوق كتبقى الكريمه بوحديتها. برافو فهمتي. صافي من بعد كنشدهم كنديرهم في الثلاجه يبردوا من بعد كنصب واحد الطبقه رفيعه او رقيقه كتكون من الفوق اللي غير كتاكد لينا ان داك الفيغين راه ديال الحامض هاك مثلا باش مزيانه هاد المساله هادي باش كتاكدي ان شنو كاين في داك فوالا كاين اللي ما كياكلش مثلا الحامض ما غاديش يقيسو منين يشوف الحامض. مهم كنشدو واحد نص كاس ديال الماء كنضيفو ليه هاد النكهه ديال الحامض وكنضيفو ليه مثلا واحد معلقه ديال عصير الحامض وكنضيفو كاين اللي كيضيف الجيلاتين وكاين اللي كيضيف غير النشا معلقه صغيره ديال النشا. انا كندير معلقه صغيره ديال النشا او نص معلقه صغيره النشا كنحرك كل شيء صافي وكندير واحد شويه السنيده او العسل وكنديرهم واحد شويه فوق البوطه غير كتبان لي ديك كتولي عندنا فحال الجليكوز بحال داك الشكل تاع الجليكوز او المهم كتولي هكا كاينه سايحه ولكن كيبان داك اللون شفاف. أيه. صافي كنشدوها كناخذوا معلقه وكنبداو نديروا معلقه فوق من كل فيغين صافي وكنبقاو نسيحوه بهذا الشكل صافي حتى كيتطلق معانا صافي وكنديروها في الثلاجه وممكن تزينوها بطريفه الحامض بسكوي من الفوق التزيين كيبقى اختياري او لا حتى القشور القشور ديال الحامض يكون هذاك الخضر الخضر او لا هذا هذاك الخضر كاع كيعطي واحد المنظر رائع صافي وكنديرهم في الثلاجه وحتى كنقدمهم باردين وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. لا هذه الوصفه علاش عجبتني ايمان لان كتعرفي ان رمضان
سبحان الله السيدات المغربيات كيصيبوا الكيك فعلا. ولكن الكيك كيتكل نهار النهار اللي كتصيبوا لغد الليله بغيتي تعاودي تحطيه ما كيبقاش ياكلو حتى واحد ما كيديها فيه حتى شي حاجه بالاخص اللي كانت شي طبق اخر نعم فعلا. فهذه طريقه يعني انني باش ما نضيعش حيت حنا الانسان ما يضيعش رمضان هذا الانسان رمضان لو غير رمضان الانسان ما يضيعش انا عندي واحد القاعده دائما كنقولها مثلا ما تيعجبنيش الماكله تضيع من الاحسن اي حاجه الا قلت لك كاينه واحد الوصفه اخرى نعطيها لك حتى هي اللي ذكرنا ان الحاجه ما تضيعش مثلا انا الباريزيان الباغيت كنجيبوه في رمضان بكثره بصح وكيبقى عندنا انا شنو كندير ليه كنشدو كنقطعو كنديرو فحال التشافر ولكن ما كنديرش التشافر الطريقه ديال والدينا حيتاش كتجيني فحال كتقلو بداك الزيت فهمتي كتجي صعيبه ما كتقدرش تهضميها وداك الشيء انا كنقطعو كناخذ واحد زلافه كبيره او بول كندير فيه مثلا واحد كاس ديال الحليب وكندير فيه واحد جوج بيضات وكندير شويه السنيده والقرفه هي ما كي مع القرفه عزيز عليك القرفه ولكن كتنس بصراحه كتعطي واحد المذاق زوين فعلا بالاخص اللي كانت باقا جديده لا صح زوينه صافي كندير القرفه وكندير البيض وكندير الحليب والسنيده بحال كنصاوب واحد لاباغاي كنطربهم مزيان وكنقطع داك الخبز هكايا وكنبدا ندوزو فيهم وكنديرو مثلا فواحد المقله ناشفه ما كنديرو فيها حتى حاجه غير تكون ما كتلصقش وكنبدا نحطهم كيطيبوا عرفتي كيف كيجيو راه ما نقولش لك واحد المذاق راه تقولي هذا ماشي بحال البابور دي بحال يعني التحميره ديالو كيجيو محمرين فيهم واحد التحميره زوينه وكيجيو من الداخل رطبين فحال فحال كرواسه المهم شوف هاد الوصفة هادي كبرنا بها الأمهات غير هي الطريقة مختلفة انت قلتي الطريقة الأولى هما كانوا كيقليوها لينا في الزيت وكانت كتعجبنا أغلبية كنا كنديروها الحد فعلا الحد لأن الإنسان كيفك معطل كيكون بقى الخبز الخبز غيبقى غيبقى وصراحة راه الوالدين خلاو لنا واحد الارث زويون ديال ان فعلا ما نضيعوش شكرا لك إيمان أن فكرتينا بهاد الوصفة مازال غنرجعو شفنا معك تحلية سهلة وبسيطه صراحه الناس اللي عزيز عليهم الحامض والحاجه البرافو عليك اللي ذكرتي لان كنعرفوا بزاف الناس ماشي غير عندهم ما عندوش حامض كاين الناس اللي عندهم حساسيات غذائيه فبالتالي ملي كيكون داك الغابيل ديال الحاجه هكذا حتى في لي بوفي ولا في عرايض ما غاديش الانسان يقرب لها كتعرف كيبدا يشوف هذه تشهى هذه وبغيت هذه وكيبدا ياخذ من هذه من هذه من هذه وهذه في الاخر ما كيكون حتى شي حاجه من الاحسن انا ملي كيكون هذا الغابيل اولا كنسولوا داك الشيف اولا اللي كيبدا يعطينا الماكله هذه باش معمره راه ماشي عيب لانك هكا باش ما تضيعش كنشكرك صراحه برافو معنا شيف ايمان محب كان نشوفوا من الخبرات ديالها واكيد الوصفات ديالها اليوم جيب لنا وصفات اقتصاديه وصفات على قد الجيب كيف كنقولوا وعلى قد اليد ايضا فوالا سهله وغير ممله يعني فعلا. كل حاجه عطيتيها لنا سهله وماشي ديجا فايته علينا جديده من الخبره ديالك ما شاء الله عليك دونك خدينا اول شيء سيكا خدينا تحليه دابا باش نكملوا الطبيله فوالا حنا غادي الطبيله الشوربه مزيان بالنسبه للشوربه بعد قبل الشوربه انت من الناس اللي كديري شوربات بزاف رمضان كامل كديري الحريره لا انا ما كتعجبنيش الحريره ما كديريش الحريره لا كنديرها مثلا كنديرها اللي كيبغي الحريره ولكن انا ما تتعجبنيش انا كيعجبوني الشوربات علاش كيعجبوني الشوربات كيجيوني مغذيين ماشي انا كنقول الحريره ماشي مغذيه حتى هي مغذيه راه فيها بزاف الحوايج غير انا كيعجبني انا حيت من داك النوع اللي ما كناكلش الخضره بزاف مثلا ملي كندير الشوربه كناكل الخضره برافو عليك برافو عليك برافو عليك حنا غير الاشاره حنا كنبني نتكلمنا على الحريره مع مختصين راه سبحان الله بوحدها هي ماكله كامله لان فيها بروتينات من اللحم اولا القطع ديال الدجاج زائد القطاني وغيرها زائد الامور فوالا ديك التقوليه ديالها غير ملي كندورها بالدقيق فقط واخا تبارك الله السيدات اليوم راه كاين كيدورها بالخضره مطحونه كاين اللي كيدورها ودورها بالنشا باش كتجي شويه اخف كيديروا اضافات صح أحسن. صح نشوفوا الشوربه اقتراح ديالك ايمان بالنسبه لهاد الشوربه راه هادشي كامل غادي توجدوه دغيا ما ياخذش منكم هادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا بالنسبه للشوربه غادي نحتاجوا واحد ربعه الجزارات خي الزوات وغادي نحتاجوا واحد ثلاثه تاع البطاطات وغادي نحتاجوا جوج لفتات او لفته وحده كبيره واخا صافي هادشي كامل كنشدوه كنقيه كنقطعوه كنحطوه في الكوكوط ديالنا كنضيفوا ليه الماء كنضيفوا الملح والبزار وواحد مكعب ديال البنه بقري او دجاج اللي بغينا نسموه على حسب الاختيار صافي وكنسدو عليهم ملي كطيب معانا كنحلو عليها غير واحد الحاجه ضروريه ما نكثروش الماء ملي كنكثروا الماء كنفقدوا داك المذاق الزوين النكهه ما كتبقاش فوالا كنديروا الماء غير قليل فين غادا طيب لنا ديك الخضيره صافي من بعد منين كنساليو كنطفيو عليها
كن ناخذوا الطحان نطحنوه الميكسور نطحنوا كل شيء بالميكسور صافي وكنضيفوا الفرماج مثلث او مربع كيبقى على حسب الاختيار صافي ومن بعد كنضيف حتى الفرماج هكا احمر من الفوق وكندير واحد الخطيطات غادي تبان لكم في واحد الصوره غادي نعطيها لك خطيطات ديال لا كريم غير لا كريم ديال الطياب كندير واحد الخطيطات صافي كتعطي واحد الديكور زوين وكتفتح لينا الشهيه اكثر عليها لزوين